إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلا. عايش معنا بطبيعة الحال هذا السيد هذا اللي واحد الشاب من العائلة ديالو ضربته سيارة من نوع كليو، وهذا الشاب هذا فهو بصير للأسف الشديد ضربته وما عقلت عليه. نشوفوا بطبيعة الحال القصة كيفاش عملوا، ونطالبوا بطبيعة الحال من المسؤولين ومن أي مسؤول يتدخل عاجلا من اجل بطبيعه الحال انصاف الشاب هذا. خي سمير السلام عليكم. سي محمد الطيب تبارك الله عليك اخاي، تحيه لشوف تي في. طبعا واحد السيد من العائله ديالنا والمعارف ديالنا تعرض، هو ضرير مسكين ما كيشوفش مداوي الاحتياجات الخاصه، تعرض لحادثه سير مع الخمسه ونص الصباح، يعني بالرغم من انه ضرير عنده عائله، عنده جوج ديال الابناء، كيفيق مع الخمسه ونص الصباح، الخمسه الخمسه ونص ديال الصباح كيفيق، كيمشي للمارسا، يعني على الرغم من انه ضرير ما كيشوفش الا انه كيمشي للمارسا واخا هذاك مداوي الاحتياجات الخاصه، فضربته سياره. كيمشي للجامع كيمشي للجامع من تما كيهود المرسى، واش الجامع هي الاولى، طبعا كيصلي الفجر دائما من تما كيتوجه للمرسى، يعني بالرغم من انه ضرير ففيه النفس وهذا كيخدم على راسه. ضربته واحد الكليو بيضاء يعني في ذاك الساعه هذيك وهربت، يعني اولا يعني ضربته، ثاني حاجه هو الفرار، عنده جوج ديال هذا وعدم تقديم المساعده في شخص في حاله خطيره، وجات لومبيلونس وهزاتو داتو للسبيطار. السيد الحاله ديالو شويه ضعيفه، يعني كيف ما قلت لكم السيد مداوي الاحتياجات الخاصه، الحاله الماديه ديالو ضعيفه نوعا ما، فمنين جابوه للسبيطار السيد تعرض لهذا التهرس في اليد ديالو، كسور جد خطيره في اليد ديالو كتستدعي عمليه عاجله، مع انهم يوضعوا له ديك الحديده في اليد، وعنده ضربه على مستوى الفخذ ديالو، واحد الطرف ديال اللحمه ديالو حيلة تقطعت. فكان نطالبوا الناس ديال الامن اللي عندنا فيهم الثقه الكامله باش يعملوا مجهودات ديالهم من اجل باش يتوصلون صاحب السياره الكليو البيضاء، وغادي نوصلوا لها، غادي نوصلوا لها باذن الله، لانه صراحه تعدى على هذا السيد هذا. فكان طالبوا من الناس ديال الامن بشكل سريع باش يتوصلوا لصاحبه السياره هذه اللي يمكن الله اعلم يمكن عنده شي سابقه اخرى مثل هذه الحاله هذه. وكما كان طالبوا من المستشفى ديال الاقليمي ديال مريم باش يقدموا يد المساعده لهذا الشخص هذا، لانه هذه العمليه هذه كتطلب عده مصاريف، الحاله ضعيفه يعني، وعطاوها واحد الاوردونونس، هي واحد المجموعه ديال المعدات اللي خصو يشريها، الحاله ديالو ضعيفه. يشري معدات ديك ديال الدوله. طبعا لانه ما يمكنش دابا كاين نفرضوا مثلا الى ما قمناش حنا نوضنا وجمعنا الفلوس لهذا السيد هذا باش نشريو له هذا الماتريال، فكاين ناس اخرين اللي ممكن انه ما يتوفقوا لانه ما تلقاو شي، يعني حنا كنا كناملوا. اسمح لي قطعك السيد هذا، يعني كاين ناس اللي يتعاونوا معاه وكيجمعوا، كاين حنا ممكن دابا حنا ممكن حنا كاين بعض المجهودات كتبدل في هذه الاثناء هذه، كنتمنوا من الله تعالى اننا نتوفقوا فيها، الا انه كنظن انسان في هذه الحاله هذه يعني تعرض لحادثه وحادثه خطيره وكذا، واش حنا غنبقاو نستناو حتى يدخلوا الناس ويجمعوا له؟ فكنظن على انه بعض المشروع الملكي ديال التغطيه والحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه والانتقال من النظام الراميد للنظام ديال الامو، كنظن على انه في حاله الحالات هذه خص التدخل العاجل، التدخل العاجل من اجل الطبيب ديالها والعلاج ديالها، مع العلم انه الحاله يعني كتستحق انه تبذل مجهود من طرف الاداره ديال المستشفى من اجل توجد له هذا النوع ديال المعدات، لانه السيد الضرير ما كيشوفش مداوي الاحتياجات، الحاله جد معدمه، فكنظن على شكون دابا هذا السيد هذا شكون اللي غيشوف فيه؟ ما عندوش الامكانيات الماديه باش يمشي للكلينيك، ما عندوش شي معين اللي غيخدم عليه، ما عندوش شي راتب، كي غيعمل هذا الانسان هذا؟ واش حنا في وياخ ما كانت شي حاله خصنا نوضوا نجمعوا له حنايا نعملوا الصينيه؟ راه عيب وعار. كنظن على انه في ظل المشروع الملكي الكبير ديال التغطيه الصحيه والحمايه الاجتماعيه واللي غتوصل اللي غيستافد من واحد 30 مليون شخص، كنظن على انه انا الاوان من اجل وفي ظل الانتقام من النظام ديال الراميد، النظام ديال الامول اللي الدوله رصدت له امكانات ضخمه ولوجيستيكيه ولا امكانات ماديه جد مهمه، فكنظن على انه السيد اللي حدود الساعه تقريبا دابا 48 ساعه وهو ما واكل ما شارب، بالجوع بالعطش، نزف واحد العدد كثير ديال الدماء، في انتظار انه نجمعوا له حنايا باش نشريوا له ذاك الماتريال باش نديروا له العمليه، بقى بالجوع بقى بالعطش في انتظار انه يجمعوا لك الناس فوياخ محضر الماتريال نديروا لك العمليه، فكنظن على انه راه حنا في 2023 وفي ظل هذه المعطيات كامله راه واقيلا هذا الشيء هذا كامل يسائلون حنايا، راه هذا الشيء ماشي معقول. واخا خي سمير بحال الا كان شي واحد يعني ما عنده حتى شي واحد اللي وقف معاه، ما عنده حتى شي واحد اللي يعاون، وما عندوش عند الله تعالى عز وجل، انت تما مسيب الى تيديموا الامانه امانتك، هذا الشيء اللي كنظن. يعني واش انت منين يجيبوك عباد الله المستشفى الاقليمي تعرضتي لحادثه وحادثه جد خطيره، مع الله واش فيك نازف واش كذا، وعندك قصور خطيره
ضوضو هذا وما عندك حد، الامكان الماديه معدومه، ما عندك والو، شكون اللي غيقوم بك؟ راه اكيد راه الدوله اللي خصها تقوم بك. يعني ما جدوى هذا النظام هذا ولا هذه الحمايه الاجتماعيه والانتقال من الرميد للامو وكذا، الا غنجيبوك للسبيطار وتبقى مليوح، تيجمعوا لك الناس الفلوس على برا باش دير انت العمليه. وين جمعوا لك الناس الفلوس من دابا سيمانه ممكن يوقع الانفيكسيون، ممكن هذا، ممكن مجموعه الناس، ممكن مجموعه الحويجات، التهاب وهذا وتطور الامور. هادشي راه الرساله ديال الخير سمير الاخير الكلمة ديالك. والرساله واضحه كنظن على انه راه المسؤولين خصهم يتفاعلوا معها. هي رسالتين، الرساله الاولى ان الناس ديال الامن الوطني يمشي يكتفوا الجهود من اجل القبض على 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 المجرم اللي قام بهذه الحادثه هذه وقام بالفرار دون تقديم واجب المساعده لشخص في حاله خطيره. والنداء الثاني للمسؤولين على المستشار الاقليمي لالا مريم اجل تقديم المساعده لهذا الشخص هذا اللي هو الحاله ديالو جد معدوبه. وشكرا سي محمد.